السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. شكرا على دعمكم ومرحبا مليون بكل مشترك جديد. اليوم بإذن الله راح أعطيكم خمس نصائح أو خمس أخطاء انتبه تطيح فيها. أول خطأ يا إخوان وطحت فيه له شخصيا في الراوند تيبل هول. طبعا كلكم أتوقع دخلت الغرفة هذه وشفتوا المزة هذه جالسة على السرير اللي اسمها فيا، نقول لك أيم فيا، وصارت بعض الظروف اللي خلتني في الراوند تيبل هول وما قدرت أطلع منه. فأيها المحارب، هل تسمح لي اني امسكك او احضنك شوي بحيث اني اخذ دفء المحاربين او تاخذ يعني من ريحة غزواتك، عرفت؟ فاتوقع ما اخذ مني ثانيتين افكر واعطيتها يس. فانتبهوا يا اخوان من هذه النكبة. طبعا راح تستمتعون كذا تشوفون فيه فلة في الموضوع حظن، والمصيبة انها حتى ما توقف يعني لما انت تكنسل، عرفت؟ المهم فبتعطيك هذا الايتم، والايتم هذا يا اخوان خدعة بصرية سمها نكبة أو كمين، وربي كمين. هذا الكمين يا أخوان اللي راح ينقص لك الماكسيمم هيلث من بداية اللعبة كذا، عرفت؟ فانتبهوا من هذا الشيء. إذا طحت أو وقعت في الفخ زي صفت جنبي وادخل على الانفنتوري وبتحصل هذا الايتم موجود تسوي له يوز. أنا مستغرب والله، في أسئلة كثير جتني يقولون لي وش الانفنتوري. الانفنتوري هذا يا أخوان تضغط ستارت هذا الأغراض اللي تكون معك، المهم تدخل تحصل هذا الغرض موجود وتسوي عليه يوز. على فكرة هذا الايتم في منه فايدة شيء بسيط، انه يسوي بوست للفوكس بوينت اللي هو السحر او البار الازرق، ولكن على حساب الهيلث. فما انصح باي ايتم تستخدمونه اللي هو يستهلك من الهيلث. في امور كثير قدام في اللعبة بتشوفون ايتم هذا تستخدمه او تطلع هذا الارواح اللي تساعدك مثلا عن طريق انك تقلل من الهيلث. فما انصحكم ابدا انكم تستخدمون اي شيء مقابل الهيلث، الا لو يعني في نهاية اللعبة يكون عندك الهيلث مليون مش فارقة معك، ممكن تستخدم زي هذا الايتم. فحرام وغلط كبير انك تستخدمه او تخليه في بداية اللعبة، لازم انك تكنسله وبيبين عندك اسفل الهيلث زي المربع الاحمر اللي هو ينبهك ان في شيء غلط عندك. اما الخطأ الثاني يا اخوان، كثير منكم ما زلت اشوف ناس والله يقولون يا اخي تعال ساعدنا عند مارغت، يا اخي تعال ساعدنا عند جودريك اللي هو اول بوسين في اللعبه. اخوان والله كذا غلط. صح اني قلت انا في احد المقاطع قلت حالات اللعبه يوم تنجلد من البوس 20 30 مره وبعدين تقتله بنفسك، لكن اذا انت انجلدت 50 مره او شفت نفسك خلاص يا اخي وصلت لمرحله ما تقدر عليه، يا اخي انصحك انك تستكشف. انت في لعبه عالم مفتوح، ما هي بنفس الاجزاء الماضيه وانك تكون محشور يعني غصب انك تخلص او تقتل هذا البوس. يا اخوي استسلم للامر الواقع واعترف انه جلدك وروح طور من نفسك استكشف. وما انصحك انك تستكشف في منطقة التنانين على اليمين، انزل تحت الجنوب ولا اطلع فوق الشمال. القلعة حق جودريك ومارغت يمديك تختصرها، يعني اللعبة نفسهم خلوا لك طريق كذا من على يمين القلعة يمديك تسحب عليه، طور نفسك وارجع له. واخر نصيحة اعطيك اياها انك تجيب احد يساعدك، لان صراحة احس انك راح يعني تفقد متعة قتل البوس هذا يعني. واللي بينقلني المعلومة او الخطأ اللي بعده اللي هو السبيرت اشز. السبيرت اشز هذا اللي هم الارواح اللي تستدعيهم عشان يساعدونك، فيه انواع كثيرة منهم باذن الله راح انزل لهم مقطع خاص عنهم. هذا الجرس اللي تستدعي فيه لازم من بداية اللعبة انك تحصله، اول شيء اول نص ساعة في اللعبة اللي هو يوم تاخذ الجريس بوينت المعين هذا عند اول كنيسة تزورها اللي هو تشيرش اوف ايليه الظاهر اسمها، اللي عندها اول حداد وتاجر، راح تظهر لك هذه الساحره وتعطيك الجرس اللي تستدعيهم. غير كذا صدقني راح تصعب على نفسك اللعبه، وكل ما تشوف العلامه هذه الظاهره على اليسار زي المقبره هذا يعني انت في منطقه يمديك تستخدم او تستدعي الارواح، ومش كل الاماكن يمديك تستدعيهم. واللي بيرجعني للنقطه او الخطا اللي قبله، حاول انك تستخدم الاشوفور لمساعدتك في قتل البوس هذا، لان هذا اللي يساعدونك بشكل بسيط وعلى حسب تطويرهم طبعا، واللي موضوع منفصل كيف انك تطور وكذا. في كويست لاين او سايد ميشن اللي هو عند البنت اللابسه احمر هذيك، انا شرحته في مقطع الخمس اسرار، ضروري انك تسوي هذاك السايد كويست عشان تقدر تطور الارواح هذه اللي تستدعيهم ويصيرون ما يموتون بسرعه والدمج حقهم يصير اقوى، فمساعدتهم راح تكون لك اكبر. فباختصار هذه اكبر الحلول لقتل بعض البوسز في اللعبه، اللي تحسهم فعلا اصلا اللعبه مصممين حركات هذا البوس كانهم حاسبين حسابك وانت راح تستدعي الارواح والسولز هذه، لان الجرس يعطونك اياها من اول نص ساعه في اللعبه. الخطأ الثالث باختصار، لا تقتل اي ام بي سي يواجهك في اللعبة، وانتبه لاي كلام يقولونه حتى لو كان الانجليزي عندك شوي يعني، ها حاول انك يعني تلقط كلمة كلمتين منه، او انك اهم شيء لا تقتله، لانه بعض الام بي سيز راح يفتحون لك شغلات المين ستوري ما راح توصل لها،
وصدقني يعني متعة كبيرة في السايد ميشنز هذه، فلا تقتل المتعة من البداية بس عشان تجرب سيفك على واحد منهم. لا تقتل المتعة، اتركني يا أخي استمتع. نجي عند الاتريبيوت سكيلينج او خصائص السلاح. اي سلاح عندك ضروري جدا انك تنتبه لهذه الشغله. طبعا على يمينها موجود الاتريبيوت ريكوايرد اللي هو متطلبات السلاح، لازم تكون الارقام هذه موجوده عندك في شخصيتك، او شروط الستات تبع هذا السلاح مفروض تكون عندك في الشخصيه، واذا كانت ناقصه بتشوفون الرقم هذا بالاحمر. لكن انا اللي اتكلم عليه اللي على يساره الاتريبيوت سكيلينج، ضروري عشان تفهم شرح افهم مني ان اقوى شيء عندك الاس بعدين الاي بي سي دي، اي بي سي دي قبلها الاس. الحروف هذه يا اخوان تعني انك اذا كيف تقوي الدمج باختصار، كأن السلاح هذا يقول لك عشان تطور الدمج اقوى شيء يتأثر، اذا كان اس مثلا عندك في السترينغث فهو اقوى شيء او بسرعة يتأثر بالسترينغث، اذا كان عندك مثلا عند السترينغث دي فانت يوم تروح تفرم وتجمع رونز وتيجي تسوي ليفل اب عشان تقوي الدمج بهذا السلاح لازم انك تدخل اول شيء تشوف هذا السلاح وش عنده الاس، او بعدين تشوف عنده وش عنده اي، اذا ما عنده اي تشوف ايش عنده بي او سي او دي وكذا. فافضل شيء الاس والاي والبي، فانت تشوف تدخل عند السلاح قبل تسوي ليفل اب اذا كنت تريد تقوي الدمج بهذا السلاح. تروح مثلا عند السترينغث حصلت بي تروح تسوي ليفل اب عند السترينغث. فضروري انك تستخدم السلاح اللي يناسب شخصيتك، عشان كذا يوم تيجي تختار السلاح شوف انت وش الستات اللي مركز فيه اعلى شيء، وشوف لك سلاح عند هذا الستات موجود عنده اس او حتى اي او بي، فبتلاحظ انك يعني الدمج فيه جدا قوي لانه متناسب مع شخصيتك او الستات. هذا التناسب جدا مهم في هذه اللعبة. طيب بتقول لي مثلا انا عندي سلاح عاجبني بس الستات حقه يعني مش لا اس ولا اي ولا بي مع شخصيتي، او مثلا انا مركز على الانتليجنس والانتليجنس عندي مثلا دي في هذا السلاح وانا السلاح هذا ودي العب فيه. نرجع لموضوع الاشوفور، يوم تروح عند الجريس بوينت ودخلت في قائمة الاشوفور راح تحصل عندك اسمه افينيتي جرانتد. هذا الافينيتي جرانتد يطلع لك ستاندرد اللي هو ما يأثر اي شيء في الاحصائيات السلاح او خصائص السلاح، وعندك الهيفي وعندك الكين كواليتي ماجيك لايتنج والى اخره. فانت تجلس تفرفر في هذه القائمة تشوف ايش اللي يغير الخصائص هذه بما يناسبك. اتمنى ان الشغلة واضحة او الفكرة واضحة. باختصار شوف انت وش مركز فيه في الاحصائيات او الستات حق لاعبك، وش اكثر شيء مسوي له ليفل اب، وش اكثر شيء موصله بين الارقام حق شخصيتك، وادخل الاشوفور القائمة هذه وحاول انك تشوف تتنقى وش اللي يطور هذه الميزة في هذا السلاح. راح يطور لك اياها من الاي الى الدي، او من الدي الى السي، او من السي الى البي، يعني راح يحسن لك اياه على حسب اختيارك. وبس يا شباب هذه نصايح او اخطاء اتمنى ان ما حد يطيح فيها، واتمنى ان في حد طلع بفائدة من المقطع. لا تنسوا اللايك ونشر المقطع ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.